مع مجموعة من الأصدقاء. كان الجو جميلا في ذلك الوقت من السنة، فشاهدناها في جلسة خارجية. المباراة كانت نهائية والتحدي كان كبيرا، وأبناء الإمارات جميعهم أعينهم على الكأس، وأنا كنت فيما مضى ألعب كرة القدم، فكانت أعصابي مشدودة مع كل تغير يحدث في الملعب، وأنا أيضا عسكري، فكنت أنظر للاعبين كجنود في الميدان، ودم العسكري يفور عندما يرى جنوده في الميدان. كانت الحماسة كبيرة والأعصاب مشدودة حتى جاء هدف الفوز، فقفزت من مكاني من فرحي بالهدف وضربت الطاولة التي أمامي فكسرت إصبعي. كنت أظن أن الإصابات تحدث فقط في الملعب، فكانت هذه الإصابة من خارج الملعب، لكن لذة الانتصار تنسيك الإصابات.